سيادة اللواء، ازاي نتجنب فكرة وجود مضايقات للسيدات في مصر أثناء القيادة؟ يعني يمكن سمعنا في كل الآراء اللي اتقالت لنا المعاكسات، المضايقات، الكلام كله رايح للاتجاه سبب رئيسي فعلا في نتجنبها. الصيب ده من نبتدي نغير ثقافة اللي عندنا في مصر، ان نتقبل قيادة السيارات، قيادة السيدات للسيارات، ونغرس في شبابنا اللي طالع ان دي اخته ومامته وزوجته، فما ينفعش يضايقها في اثناء القيادة. فلازم نغير ثقافتنا في وتقبل وجود السيدة جنب الراجل في قيادة السيارات. طب ده لو هنتكلم على مستوى السيارات الملاكي، لكن تاكسي، الميكروباص، التوك توك، بقية الوسائل اللي دايما بيضايقوا السيدات. وبرضو يعني برضو ما هو كلام حضرتك صح، ان ممكن كملاكي يتقبل، يعني يبقى قادر يغير في الوعي بتاعه. ده شريحه من المجتمع برضو، من لا ننكر ان احنا هم برضو لازم يغيروا من ثقافتهم مع 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 السيدات في اثناء القياده. ودي محتاجه انه برضو ان دورات في المرور، دورات في المرور، ادارات المرور اثناء استخراج رخص القياده المهنيه، نبتدي نزرع فيهم ان ثقافه التعامل مع السيدات في مصر دي تيجي بالطريقه دي، في مدارس يعني دورات في المرور، ادارات المرور تدي ثقافه للرخص المهنيه، قائدي الرخص المهنيه، زي محاضرات كده توعيه. محاضرات توعيه، ودي كنا بنعملها كتير، يعني في مش شرط في موضوع السيدات، كنا نعملها في حاجات اخرى، في التزام بقاعده وادب المرور، نديهم بعض المعلومات على بعض الحوادث واسبابها وحاجات دي، فتدخل جنبها حته غرس ثقافه تقبل السيدات في والتعامل معهم بلطف يعني في اثناء القياده.